زوجتي بتعمل في فندق وأخذت أشياء من الفندق وهي تريد أن تردها فماذا تفعل؟ أولا يجب عليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى أن هذه السرقة، والسرقة كبيرة من الكبائر. وخلي بالك، وخلي بالك أختي، والله العظيم، والله العظيم، من سرق بيضة سيأتي يوم القيامة ويحملها في يوم الفضيحة. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. من سرق بيضة سيأتي يحملها، من سرق دجاجة، من سرق جنيها، من سرق المال العام، من سرق بنكا، من سرق أمة، من سرق أمة. ما الدليل؟ قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. الشملة، شملة أخذها رجل من الغلول أو الغلول، أخذها من المال الحرام لأنها لم تقسم بعد، أو لم تقسم بعد، لم تقسم الغنائم بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الشملة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. شملة يعني غطاء للرأس كده، أو يضعه على صدره، تشتعل عليه نارا يوم القيامة. فالسرقة كبيرة من الكبائر. وربنا جل وعلا قل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب، سرق وضعف، ماذا يصنع؟ أول شيء يتوب إلى الله ويبكي دما بدل الدمع، ويقول له: يا رب سامحني وتجاوز عني واغفر لي. يبقى أول شيء التوبة، أول أركان التوبة الندم. الندم هو ركن التوبة الأعظم. وبعدين أن تكون التوبة لله، مش بيتوب عشان خيف إيديه تتقطع، لا، هذا ينقض التوبة. دي مسألة مهمة. مش بتوب عشان يبقى لي حشمة ويبقى لي مكانة، ما بتركش الخمرة عشان خيف عقلي يطيش يوم الناس تضحك علي، لا، ده أنا بتوب لله، أتوب توبة خالصة لله جل وعلا، وأندم على ارتكابي لهذه الكبيرة ألا وهي السرقة، أيا كان حجم المال المسروق أو أيا كان حجم الشيء المسروق. ثم بعد ذلك يجب علي أن أرد ما سرق إلى أهله، إلى أصحابه، ما دمت أعلم مكانهم وما دمت أعرف موضعهم. لأنه قد يأخذ رجل من إنسان مالا ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتعرف عليه ولا يستطيع أن يصل إليه، يذهب إليه في مكان الذي كان يعرفه، يقول: ترك هذا المكان. هذه مسألة أخرى. في هذه المسألة إن لم تستطع أن تصل إلى صاحب الحق فأخرج هذا المال بنية أن يكون الأجر لصاحب هذا المال، بشرط إن عاد إليك في أي وقت من الأوقات وتعرف على حقه وماله أن ترد إليه حقه وأن ترد إليه ماله. أما إن كنت تعرف صاحب الحق فيجب عليك أن ترد له هذا الحق. فعلى الأخت الفاضلة أن تتوب إلى الله جل وعلا ابتداء، وأن تندم على هذا الفعل، وأن تستغفر الله، تستغفر الله عز وجل، وعليها بعد ذلك أن ترد هذا المال. طيب يا مولانا، أنا ما أقدرش أرده، ده فضيحة، أروح أرده إزاي وأقول لهم أنا سرقت؟ تستطيع الأخت أن ترد هذا المال بصورة لا يشترط فيها أن تخبرهم بأنها سرقت المال أو بأنها أخذت المال. تستطيع بأي طريق. يعني أضرب لها مثالا، مثلا قد تقول: والله أنا في عملي، مقصودش أنها تقسم بالله، يعني قد تقول أنه أنا كنت في عملي قد أخرجت مثلا هذه البضاعة أو هذا الشيء بحسب أو بحسب وظيفتها، وقد فوجئت بعد هذه الأيام التي قرأ أن أصحاب هذا المال قد أتوني به وقالوا بأن إلى آخره. يعني أتصور الصورة واضحة. في هذه الحالة لما تعود الأخت بفضل الله إلى الشركة أو إلى المكان اللي كانت بتعمل فيه وترد هذا المال، حتما سيفرح هؤلاء جدا بفضلها وبخلقها وبكرمها وبدينها وبإيمانها، لأن الإنسان مجبول على حب المال، فلو عاد إليه ماله فرحوا بها، بل ولن ينقص هذا الفعل شيئا من قدرها، بل سيرفع قدرها عند الله جل وعلا ابتداء ثم عند أصحاب الحق.